ستظل أحداث مسابقة الدوري موسم 2020-2021 عالقة في أذهان وعشاق المستديرة في مصر لفترة طويلة، مع الإثارة والمتعة والمفاجآت التي شهدتها البطولة من أرقام قياسية. وكانت ضربة البداية مدة وطول المسابقة من 11 من ديسمبر 2020 إلى 28 من أغسطس 2021. أحداث الدوري لم تكن مثيرة فقط داخل المستطيل الأخضر، ولكن امتدت خارج الملعب من خلال العقوبات التي وقعت على اللاعبين وضربت الرقم القياسي في ذلك، آخرها عقوبات الجبلاية على شيكابالا ولاعب الزمالك، بجانب ما حدث من جانب مدرب الدوري والتصدي لتصريحاتهم من خلال العقوبات. أما من ناحية المنافسة فنجد أن سباق الصدارة كان مشتعلا بين الزمالك والأهلي قبل أن يتوج الأبيض بلقب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأحمر، ليكون الدوري الأكثر منافسة في آخر 10 سنوات وينضم للدوريات التي حسمت في الأسابيع الأخيرة من خلال تاريخ المسابقة. واستمرت الإثارة أيضا في صراع الهبوط، وللمرة الأولى منذ موسم 2003-2004 ليبقى ثلاثي الصاعد وهم غزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي. في المقابل هبط وادي دجلة للمرة الأولى منذ صعوده بجانب أسوان والإنتاج الحربي. أما الموقف في صراع الهدافين فحقق محمد شريف رقما قياسيا جديدا في الدوري بالوصول للهدف رقم 21، ليكون أول لاعب يتجاوز 20 هدفا لهداف الدوري منذ حسن الشاذلي أسطورة الترسانة في موسم 1975-1976. كما أعاد شريف لقب الهداف للقلعة الحمراء ليكون الأهلي أكثر الأندية حصولا على اللقب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وفقرة الأرقام التحليل بلغة الأرقام، وفقرة الحقيقة دايما يعني مثبتينها كل أسبوع كلام في أرقام مع سيف. نجيب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، وحشتني. أخبارك إيه؟ زيك، أخبارك تمام؟ زي الفل الحمد لله. يماني مساء الفل يا كابتن، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله بخير. كله كويس؟ الحمد لله كله بخير. يعني كان ليكوا لقاء النهاردة وحديث مطول مع كابتن وجيه أحمد في اتحاد الكورة. حصل الحقيقة، خدتوا كاميرا ورحتوا من ورايا وشغل عالي يعني. لا خالص الحقيقه، يعني احنا جدول الدوري اتحسم. الدوري انتهى. فيما يخص الفرق الناس كلها عارفه مين احسن فريق. الجدول بيقول كل حاجه، جدول بيعبر عنه النقاط وبتعبر عنه الاهداف. صح. اللي كسب كسب واللي خسر خسر والدوري انتهى وخلاص. لكن الحقيقه يفضل حصاد الدوري بقى. في عناصر المنظومه هي اللي لازم نشتغل عليها، وهم دول لازم ياخدوا حقهم من التقييم، علشان كل ده في سبيل ان هم التطور والتحسن، وفي النهايه كلنا يبقى في منتج افضل لكره القدم المصريه. صح. احنا مش بنقيم يا ماني من وجهه نظرنا، كان من وجهه نظر الارقام بالظبط، كل شغلنا احصائيات. ده اللي احنا برضو عرضناه لكابتن وجيه لما رحنا. احنا عرضنا له الاول سالنا مجموعه من الاسئله، وبعد كده اسئله عامه عن التحكيم، وبعد كده سالنا عن الارقام وتعليقه عليها بوجهه نظر رقميه فقط لا غير. طب تعالوا بقى نبتدي مع بعض نشوف التقرير ده. مرحبا بك كابتن سيف، اهلا بيك وسعيد ان انا اكون معاك. يعني قناه اون سبورتس دايما داعمه للتحكيم المصري. بشكركم وبشكر كل العناصر القائمه على قناه اون سبورتس، سواء مقدمين او محللين او مقيمي حكام او يعني مسؤولين عن الاستوديو التحليلي بالنسبه للحكام. بشكركم واتمنى ان شاء الله نكون قدمنا اداء تحكيمي بشكل جيد ان شاء الله السنين القادمه باذن الله تعالى، سواء اللي موجود او اذا كنا احنا الموجودين يؤدي بشكل افضل باذن الله تعالى. طبعا التقييم اللي بيتم للحكام بيتم من خلال اسناد المباريات، وقبل اسناد المباريات الباك جراوند بتاع الحكم او علاقه الحكم باللجنه ما قبل اسناد المباراه عشان نيجي نبدا الموسم. عندنا حكم عنده تاريخ تحكيمي، ولكن بعد التاريخ التحكيمي ده نبتدي نديله عدد من المباريات. المباراة اللي بياخدها عنده تقرير ورقي اللي هو مراقب المباراة اللي موجود في الملعب، وفي تقرير فني. تقرير فني هو بيتقطع حالات الفيديو اللي موجودة في المباراة. حالات الفيديو الموجودة في المباراة بيبقى عنده مجموعة من الدرجات. الدرجات اللي بياخدها الحكم
سواء مثلا لو راح للفار عدد مرات كتيرة بتنزل من درجاته، لو الحكم ما راحش قد أقل فترة من مرات الفار بيبقى بياخد درجة عالية، بالإضافة إنه ما يكونش حالات عنده حالات بتأثر على نتيجة المباراة. كل دي عناصر بتبتدي تقيم الحكم. بعد كده بنبتدي نجتمع مع اللجنة الفنية، اللجنة الفنية بنجيب التقرير الورقي درجته مع التقرير الفني اللي هو عدد الحالات التحكيمية اللي موجودة، وبنعمل متوسط بينهم بيديني درجة الحكم. التقييم ما بعد التقييم، الحكم إذا كانت أداؤه التحكيمي أثر على نتيجة المباراة وعنده حالة مهمة أثرت على نتيجة المباراة بيتم إيقاف الحكم، ولكن احنا ما بنعلنش هذا الكلام، ولكن بيتم إيقاف الحكم. أما إذا كان واخد الدرجة يعني مش لجنة الحكام مش مبسوطة منها، بيلعب عدد مباريات أقل، أو المستوى أو الريت اللي بيلعب فيه الحكم بيبقى ماتشات في نص الجدول، ما بيلعبش ماتشات كبيرة سواء للأهلي والزمالك. تقنية خط المرمى هي أولا هي مكلفة جدا، مش عايز أقول الرقم، ولكن لو اتكلمنا على كل دول العالم أو حتى الأوروبيين مش كلهم مكلفين أو متفقين على تقنية خط المرمى. الحقيقة السنة اللي فاتت هو نفس الأجر، هو 5000 جنيه للحكم و 3750 للحكام المساعدين و 2500 للحكم الرابع و 3750 للحكم الفار و 2500 للحكم الإيفار. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وأرقام الحكام. الحكام السنة دي الحقيقة عندهم أرقام فيها وفيها، بعضها إيجابي بعضها سلبي، لكن في الحقيقة إحنا بنقيم في النهاية والحكم للناس اللي بتفرج. أهم حكم السنة دي وأكتر حكم أدار مباريات كابتن محمد الحنفي، 19 مباراة في الـ 34 أسبوع عنده 19 مباراة. الأول السؤال، ليه أهم؟ اخذ عدد مباريات من كلام كابتن وجيه ان الحكم اللي بينجح في المباريات بتسدد له مباريات اكتر. تقييمه كلامه بالظبط كده، تقييم الحكم الجيد بيخلي يسند له مباريات اكتر، ومباريات تكون اكثر اهميه او فاصله في ترتيب بعض المراكز في الدوري. تمام. سواء في صراع البقاء او في صراع القمه او في صراع المراكز المؤهله. يلي ابراهيم نور الدين 18، الصباحي 17، ممكن لو هنطلع الحاجه الصباحي 17، ومحمد عادل 17، عبد العزيز السيد 16، وجهاد جريشه 16. دي اهم المباريات او عدد المباريات اللي الحكام اخدوها، وفي 15 كتير، في 15 كتير بقى العدوي وامين عمر والبنا ومحمود عاشور كلهم طبعا مع حفظ الالقاب طبعا كلهم كباتن. يعني احنا توجهنا بالسؤال للكابتن وجيه في النقطه دي، لو الفيديو جاهز توجهنا له بسؤال، ليه في حكام 15 مع انهم حكام كبار وحكام يعني حكام دوليين وفي حكام تانيين اعلى؟ فهو كان له اجابه على السؤال. لو الفيديو التاني ما عندنا موجود نبدا نقدر نشوف سؤال يعني. طيب دي ارقام الاعداد اللي اخذها، وبناء على رد الكابتن وجيه ان الافضل هو اللي بياخد مباريات اكتر، فالحنفي يعتبر ويلي ابراهيم عمر، ده بناء على كلامه. الفيديو جاهز يا جماعه معانا؟ طب نشوف. في حكام حضرتك انت ما ذكرتها لاعبين اقل من ابراهيم والحنفي، ولكن يعني زي محمود البنا، محمود البنا لعب 15 واحد كاسي و16 وكان في شهر ونص او 35 يوم في كاس الامم الافريقيه للمحليين، والحكم اللي بيقعد شهر او 35 يوم في بطوله في دوري بيتلعب كل 3 ايام اعتقد كان ممكن يلعب 4-5 ماتشات في الدوري، فكان هيبقى عدد او الريكورد بتاعه هيبقى كبير. عندك امين عمر سافر اكتر من مره، لعب 15 ولعب الزمالك والاسماعيلي في كاس مصر دي 16، واعتقد كتر سفرياته بره كان لو هو موجود في مصر فتره زمنيه كان هيلعب برده، كان هيوصل للريكورد ده. اعتقد في عداله في توزيع المباريات طبقا للكفاءه الفنيه، مش عداله انك انت بتفرق مباريات، ولكن عداله بالنسبه للكفاءه الفنيه.
ده كلام الكابتن وجيه وكلامه في الحته دي واضح ان هو بيدي بناء على العداله. في حكام عندها ظروف كانت مسافره تمام، فالامور قريبه من بعض 19 15 17 18 هي عداله موجهه، ودي احسن طرق التوزيع يعني. لا العداله مطلقه مش موجهه، لا هنا في توزيع الحكام في توزيع الحكام هو موجهه على المستوى الفني والتقييم الجاي يعني. موجهه فنيا طبعا المستوى الفني هو اللي بيفرض ده عن طريق التقييم ثم ان هم متاحين ولا مش متاحين يعني. البعض الدوليين محمود البنا غير كاس الامم الافريقيه المحليين محكم نهائي بطوله عربيه في المغرب، مباراه كبيره جدا بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي، عامل مباراه كبيره جدا الحقيقه. هو كابتن امين عمر برضو سفريات دوليه كتير، ففي النهايه ما كانوش متاحين، لكن لو كانوا متاحين كانوا يمكن وصلوا الرقم الحنفي وابراهيم نور الدين. نجيب انت فتحت معانا الارقام يعني المشاركات، الرقم الثاني عند الحكام، الرقم الثاني معانا هي اسناد المباراه للاهلي والزمالك. دايما الناس بتتكلم مين بيحكم الاهلي مين بيحكم الزمالك. لو نبدا نعرض الصوره، احنا عندنا النادي الاهلي اكتر 3 حكام محكمين، ابراهيم نور الدين محكم 5 مباريات للنادي الاهلي من اصل 18 مباراه هو حكمهم، محمد عادل 5 مباريات، محمود البنا 4 مباريات. ده بالنسبه للنادي الاهلي. لو بصينا على نادي الزمالك عندنا محمود البنا 4 مباريات، محمد الحنفي 4 مباريات، وابراهيم نور الدين 3 مباريات. لو بصينا هنلاقي الاسماء شبه واحده، ولكن في بعض الاختلاف البسيط او الطفيف ناحيه الاهلي ناحيه ابراهيم نور الدين. احنا برضو مع كابتن وجيه عرضنا له الارقام وسالناه سؤال عن ايه المعايير اللي بيتم اختيار عليها او على اساسها اسناد مباراه الاهلي والزمالك للحكام، فهو كان عنده رد معانا في النقطه دي. نشوف معايير اختيار المباريات الاهلي والزمالك وماتشات الاطراف اهلي وزمالك. اعتقد بتبقى تختار الحكم الانسب والحكم اللي عنده خبره والحكم الاكثر توفيقا في اداره المباريات. فعشان كده هتلاقي، بص انت قلت ابراهيم والبنا والحنفي ومش عارف محمد عادل، قلت اربعه من اربعه المهمين في الدوري المصري. وعشان كده انا بقول لك دول اللي بيلعبوا الماتشات الكبار، وفي حكام تانية لعبوا عدد اقل ولكن برضو لعبوا ماتشات في درجه صعوبه بتلعب على الهبوط، ماتشات مهمه وصعبه. عشان كده انا بقول لك اختيار الحكم بيبقى ليه دور، ان هو مثلا حكم اكثر توفيقا مع النادي، ما عندوش مشاكل مع النادي، النادي اللي بيحكم له بيبقى ما عندوش حالات فيها جدل تحكيمي، فبيبقى الانسب لاداره المباراه. ده كلام الكابتن وجيه اللي بعته. ركلات الجزاء بقى في حالات في ركلات الجزاء غريبه شويه. كابتن ابراهيم نور الدين في 18 مباراه حسب 17 ركله جزاء، هو اكتر حكم في الدوري حسب ركلات جزاء. محمود بسيوني 12 مباراه 11 ركله جزاء. محمد سلامه 10 مباريات 9 ركلات جزاء. احمد العدوي 13 ركله في 15 مباراه. هم اكتر اربع حكام حسبوا ضربات جزاء سواء كعدد رقم مطلق او كمان بالنظر لنسبه النسبه المئويه ضربه جزاء في كل كام مباراه. تقريبا كلهم معدلاتهم تقترب من ضربه جزاء في المباراه الواحده بالظبط كده. في المقابل لو شفنا محمد الحنفي اللي هو اكتر حكم واخد ماتشات 19 مباراه 3 ركلات جزاء بس. هنا ركلات الجزاء الحقيقه مرتبطه قوي بشخصيه الحكم، هل هو عنده قدره صفارته بعيده، بيقدر نفسيا بيكون اهدى، ثباته الانفعالي وثباته العصبي اكبر ما بينفعلش مع التحامات اللاعبين، ولا قراراته على طول صفارته قريبه جدا. في رقم في خصوص ضربات الجزاء توجهنا الكابتن وجيه والحقيقه وجاوبه علينا، قال لك في 66 ركله جزاء في الدوري المصري حصل فيها تدخل فار، يعني الحكم حسبها او والفار لغاها او الحكم ما حسبهاش والفار حسبها. فمجموع الحالات دي يبقى 66 حاله دي كانت اهم تدخلات الفار. استكمالا لتدخلات الفار كمان في 21 حاله طرد، الحكم طرد والفار لغى الطرد او الحكم ما طردش والفار رجع قال له اطرد، دول كانوا 21 حاله و45 هدف سواء تم احتسابه او الغائه بالتعارض. شاركوا مع بعض الحكم والفار، اتشاركوا مع بعض الحقيقه. فدول الثلاث حاجات الرئيسيين اللي الفار تدخل فيهم خلال الموسم بخصوص ركلات الجزاء وحالات الطرد او احتساب الاهداف. هو رقم الحنفي الحقيقه لمباريات كتيره جدا وضربات جزاء قليله جدا، وده تدل على اكيد هدوء منه. اللي بعده الحكام الاكثر لعب في الوقت الفعلي. لو جينا بصينا عليهم احنا دايما نيجي الناس تقول لك ايه الحكم بيصفر كتير، الحكم بيصفر قليل، في فار كتير في فار قليل. فلما نيجي نبص على الحكام الاكثر هتلاقي في وائل فرحان وصبري ابراهيم وحماده القلعاوي، الثلاثة دول حكموا مباراة واحدة بس في الأسبوع الأخير. ثلاث حكام جداد وبالتالي بيسيب اللعب يمشي مش بيصفر كتير. مين اللي بعديهم؟ محمد يوسف، بعد كده محمد عادل، وبعد كده بقية الأرقام. بتتكلم في حوالي 37 دقيقة وقت لعب فعلي،
يعني بيلعب اللعب الفعلي 37 دقيقة، مش بيصفر كتير. ده في الشوط قصدك؟ ده في المباراة بالكامل. لا لا انت متلخبط، في الشوط في المباراة بالكامل 37 دقيقة بول ان بلاي بالظبط، من 90 دقيقة 37 دقيقة. ايوه الرقم اللي المفروض يوصل له، بنتكلم من 40 ل 45. ده صح، ده تمام. الكرة مش 90، هو عادة الرقم بره مصر كمان بيتراوح في احسن الاوقات من 45 ل 50. الكرة لعبة فيها توقفات كتير جدا، يعني 37 دقيقة رقم قليل. 37 دقيقة رقم، بس قياسا للي هنقوله بعد كده في بقية الحكام ده رقم كويس. وده ده 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 هو اللي محتاجين يبصوا عليه فعلا، ان الحكام الجداد الصغيرين اللي اخدوا مباريات قليلة هم اللي عندهم وقت لعب فعلي اكتر، الكرة ماشية اكتر في ماتشاتهم، وبالتالي مباريات ممتعة فيها كرة بتقدم اكتر. هنشوف اسامي حكام الحياة كبار في الصورة التانية، يعني على سبيل المثال كابتن محمد معروف، وده رقم الحياة بالنسبة لي كان غريب جدا، واحد من الحكام الكبار والدوليين، متوسط زمن اللعب الفعلي في مبارياته 32 دقيقة و8 من عشرة، يعني من 90 دقيقة احنا بنلعب 32 او 33 دقيقة بس، يعني التلت تلت تقريبا. احنا كان الماتش مش 90، الماتش احنا بنتكلم في 100 تقريبا، 100 دقيقه تقريبا. ده رقم صادم جدا جدا، يعني الصفاره كتير قوي وبعدين مش بس الصفاره كتير، يعني يا ريتنا بنصفر وبنرجع نسالف اللعب بسرعه، احنا بنصفر وعلى كل صفاره بنقف شويه حلوين. كابتن محمد معروف برضو عنده حالتين غراب جدا كنا ناقشنا فيهم كابتن وجي، كان في لعبه في بعض في مباراه ما حسبهاش ركله جزاء وما رجعش فيها للفار، فالمباراه اللي بعدها الفار استدعاه وحسب ركله الجزاء. طبعا الفرق مختلفه وعليهم مختلفين، فبرضو المسطره هنا محتاجه الشد العصبي ما بيخليش المسطره واحده. كابتن وجيه في حالي علق ان هو دي مشكله حكم الفار، ما هياش مشكله الحكم نفسه اللي في الساحه. طب نشوف، لان الفار احيانا بيستدعوه ما بيستدعوهوش. طب نشوف كابتن وجيه. بالنسبه لحالات ابراهيم نور ال 17 ركله جزاء، اعتقد في معظم الحالات التحكيميه اللي حسبها ركلات جزاء تعامل معاها بشكل صحيح، والفار عمل كونفيرم على قراره، مش عايز اقول كلهم ولكن معظم ركلات الجزاء بتاعته. احمد العدوي الفار بيرجعه، عشان كده في احيانا بعض الحكام بيبقى تقييمه في الدرجات اقل شويه، ان كان هو من الحكام المميزين اللي لعبوا الماتشات الصعبه في الدوري المصري وملعبوا الماتشات الصعبة في الممتاز به. محمود باسيوني برضو في معظم الحالات التحكيمية أو ركلات الجزاء اللي احتسبها، أعتقد أن الفار عمل له كونفيرم في حالات ركلات الجزاء. بالنسبة برضو لمحمد سلامة ميدو اللي أنت حضرتك اتكلمت عليه، برضو عندنا بعض احتسب ركلات جزاء والفار رجعه، وزي برضو زي حكام كتير، شيء طبيعي احنا عاملين الفار ده عشان كده، ان الحكم يكون عنده الجراءة ويحسب ركلة الجزاء وبعدين الفار يرجعه، بس اهم حاجة انه يحسب. ده من وجهة نظر الكابتن ده فيما يخص ركلات الجزاء، استكمالا لحتة الوقت اللعب الفعلي. يمكن كابتن محمد سيد بكر اقل حكم في الدوري ماتشاته فيها، وحكم مباراة واحدة في الاسبوع الاخير وحكم صغير. لا يلام، لان في النهاية القياس هنا على مباراة واحدة، فالقياس مش منطقي قوي بالنسبه له. فهنبدا نعتبر زي ما قلنا كابتن محمد معروف هو ده الرقم اللي محتاج منه تصحيح، ان هو في النهايه حكم كبير، ويهمنا انه يقدم اداء افضل مبارياته كمان. الراي كابتن وجيه في الحته دي، في فيديو ليها ممكن كابتن وجيه يشرح فيه القصه. نشوف توقف الحكام فترات زمنيه طويله في من خلال التشيك على الفار، او كانت بعض الاشتباكات بين اللعيبه، دي بتبقى راجعه لصعوبة ودقة قرار الحكم. أحيانا بتبقى ألعاب صعبة جدا وألعاب دقيقة جدا، فهنا الحكم الفار بياخد وقت هو والأوبريتور عشان يشيكوا على الحالة بشكل كبير، فبالتالي بتدي فرصة إن الحكم بيقعد فترة زمنية الكاميرا عليه، فبيدي انطباع للناس إن الحكم ده الكاميرا عليه. ولكن هي المشكله مش في الكاميرا، المشكله في الحاله اللي بيشوفها الحكم الفار جوه العربيه بتاعه الفار، بالاضافه للاوبريتور عشان يطلع اللعبه، خاصه في الحالات الدقيقه بالنسبه في تقنيه خط التسلل. ده يعني اسئله التحكيم كلها، احصائيات التحكيم، ارقامه، راي الكابتن وجيه احمد. بكده قفلنا التحكيم، وهنسيب للفقره الأخيرة هتعرفوا أفضل واحد في كل حاجة، هتعرفوا أفضل حكم، أفضل مدير فني، أفضل لاعب، أفضل كل واحد بالأرقام. نرجع نكمل مع اللعيبة والمديرين الفنيين بعد الفاصل.
نخش بقى على المديرين الفنيين واكثر المديرين الفنيين اللي اداروا مباريات في الدوري الممتاز. مين مبدئيا؟ احنا معانا 35 مدرب السنه دي، في 35 مدير فني الموسم ده في الدوري المصري على 18 نادي. على 18 نادي معانا رقم جميل جدا بقى، في 8 مدربين بداوا الموسم ونهوه، ودي حاجه كويسه جدا. كويس. 8 مدربين من يعني 8 انديه من ال 18 تقريبا النص، وده رقم فعلا مهم وجديد في الدوري المصري. تمام. 8 مدربين: موسيماني، احمد سامي، علي ماهر، حسام حسن، حلمي طولان، عماد النحاس، رضا شحاته، وخالد عيد، طبعا محافظ الالقاب للجميع. في 3 انديه، نادي واحد طبعا، نادي الاسماعيلي مغير 6 مدربين الموسم الحالي، ده رقم كبير جدا، 6 مدربين، 4 مصريين و2 اجانب. الاسماعيلي كيس، خلينا نركنه على جنب شويه. ويجي ورا مين؟ 3 انديه كل واحد فيهم غير 3 مدربين: دجله، اسوان، الانتاج. ايه العامل المشترك بين الثلاثه؟ هبطوا. هبطوا. مغيرين قد ايه بقى؟ 3. 3 كل واحد فيهم مغير 3 مدربين. مين مغير 3 مدربين معاهم؟ المقصه. ومين مغير اكتر منهم؟ الاسماعيلي. 6 مدربين. 6 مدربين الاسماعيلي. طب ليه الاسماعيلي والمقصه ما هبطوش مع ان اللي غيروا 3 هبطوا؟ في عامل مشترك بين المقصه والاسماعيلي، ايه هو؟ كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال، صح. 33 مباراه. يعني ايهاب جلال ما قعد ناديين، ما قعد بالظبط كده. لو شلت نقط كابتن ايهاب جلال من الاسماعيلي والمقصه يهبطوا قبل دجله واسوان والانتاج. الخلاصه، الكونكلوجن من اللي احنا قلناه ده كله، تغيير المدربين الكتير هو اقرب طريق للهبوط. صح. بقاء المدربين هو احسن طريق. هل حد يختلف على سوء المستوى السنه دي للمقاولين وغزل المحله على فترات طويله من الموسم، يعني فتره تالقهم فترات محدوده؟ بس في النهايه ايه اللي حصل؟ عندهم ادارات وثقت في المدير الفني اللي موجود. صح. اللي بداوا بالسيزون وادوا كل الدعم. في النهايه نجح انه حقق الهدف من البقاء في البطوله. المقاولين طبعا ما كانش هدف هو داخل البطوله، لكن مع البدايه المتعثره الكبيره جدا وخروجه من افريقيا واداره الصفقات و الى اخره، ففي النهايه مع بدايه الدور الثاني كان هدفه البقاء. اسهل طريق الاداره يعملوه ايه؟ اسهل قرار. نقيل لكابتن عماد نحاس، ثم اداره محترمه، عارفين عندهم مدير فني محترم. يعني في 8 ابتدوا وخلصوا بالظبط، منهم الاثنين اللي قعدوا، او الاثنين اللي رغم سوء المستوى ادارتهم وثقت فيهم، و6 فعلا قدموا مستويات جيده. سريعا، موسيماني، احنا قلنا الثمانيه، يضاف عليهم بقى المديرين الفنيين غير الثمانيه الكبار اللي قلناهم، يجي بقى مديرين فني. كابتن ايهاب جلال عنده 33 مباراه على ناديين، 18 مباراه مع الاسماعيلي و15 مع المقصه، ثم طبعا ال 34 مباراه بتوع الزمالك اللي ادارهم 2 مديرين فنيين: باتشيكو 14 وكارتيرون 20. نعمل بقى، ندخل على دي دي دي, دي الصوره بتوضح المديرين الفنيين من ناحيه المباريات، او اهم مديرين فنيين في الدوري من ناحيه المباريات. كابتن عبد الحميد بسيوني برضو يعتبر عمل الموسم كله، انه استلم بعد 5 مباريات فقط. كابتن استلم من كابتن طارق العاشري، كان غير موفق لحاجه في اول 5 مباريات، واستلم عنده نقطه واحده بس. كابتن بسيوني في 29 مباراه جمع 41 نقطه، لان طلع الجيش انهى ب 42، والحقيقه ده رقم كبير جدا. المقارنه اللي جايه هتوضح المعدلات النقطيه لكل مدير فني، معدل النقط لكل مباراه والاهداف، وهنشوف مقارنه هتوضح الحقيقه شكل مديرين فني، تركيبه مديرين فنيين في الدوري المصري شكلها عامل ازاي. طيب نخش بقى على المقارنه وتقييم المديرين الفنيين الموجودين. عندنا مديرين فنيين اجانب وعندنا مديرين فنيين مصريين. هنبدا نتفرج كده على الاول اللون الازرق، هو النقاط بالمباراه. لو نيجي نبص على اعلى 3 عشان برضو نتكلم، ما نتكلمش يعني على ارقام، كنا نتكلم على اعلى 3. عندنا كارتيرون 2.35، باتشيكو 2.36 نقطه في المباراه، يعني باتشيكو اعلى من كارتيرون بواحد من 10. يجي بعد كده بيتسو موسيماني 2.24، وبالتالي لو هنيجي نتكلم عن افضل 3 مديرين فنيين جابوا نقط في مباريات، هم الثلاثه دول: باتشيكو، ثم كارتيرون، ثم يعني باتشيكو جاب اكتر من كارتيرون. باتشيكو 1 من 100. مظبوط، 1 من 100، رقم بسيط جدا. بعد كده بقى هنخش، هتلاقي بقى بعد كده ايهاب جلال واحمد سامي، ثم حسام حسن وحلمي طولان متساويين، دي النقط بالمباراه، ده معيار من المعايير. طب علي ماهر فين؟ علي ماهر موجود برده معانا 1.47، من اقل يعني تقريبا من السادس، علي ماهر السادس. نخش على اللي بعد كده، الاهداف المسجله، نيجي نبص عليها. هتيجي بص على الاهداف المسجله اللون البرتقاني، هتلاقي اعلى 3 هنبدا بيه موسيماني 2.1 هدف في المباراه. نخش على اللي بعديه باتشيكو وكارتيرون، كارتيرون 1.9، كارتيرون بيسجل اكتر زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. ثم باتشيكو 1.6، دي ناس ضربت اهلي وزمالك. نخش بقى على ضرب بعد كده، هتلاقي احمد سامي سموحه 1.59، ده يوريك برضو ان مركز سموحه في الدوري عامل ازاي، واحمد سامي زي ما كابتن احمد ناجي اتكلم قبل في الفقره اللي قبل كده، عامل موسم هايل جدا. نكمل بقى بعد كده، تلاقي عبد الحميد ايهاب جلال، عبد الحميد بسيوني، حسام حسن، حلمي طولان. اخر معيار بصينا عليه هو الاهداف المستقبله،
نبص بقى الناحيه الدفاعيه انت عامل ازاي. طبعا باتشيكو كنا اتكلمنا قبل كده برضه في الحلقه اللي فاتت اقل واحد مستقبل اهداف 4 من 10 هدف في المباراه. بص النقطه بتاعته نازله تحت ازاي اخر نقطه في في في, في الرسمه باتشيكو. فالحقيقه دول معدل استقبال قليل جدا يعني. ثم كارتيرون 8 من 10 هدف في المباراه. ثم عفوا ثم بيتسو موسيماني 9 من 10 هدف. يعني باتشيكو اكتر لا كارتيرون اكتر واحد هدف يليه باتشيكو. كارتيرون اكتر واحد هدف يعني اكتر واحد. موسيماني اكتر واحد. موسيماني اكتر واحد. موسيماني 2 و1 من 10 كارتيرون. جول في المباراه. الدفاع بقى العكس باتشيكو اقل واحد مستقبل اهداف. افضل افضل دفاع يعني باتشيكو. ثم كارتيرون ورقم 1 من 10 فرق من موسيماني. ده كده يليهم بقى كابتن عبد الحبيب بسيوني بسبب الهدف في المباراه. ده رقم هايل. هو الراجل عرف مشكله طلائع الجيش فين. لما استلم فريق عنده نقطه واحده من 15 عارف مشكله فين في الاهداف اللي بيستقبلوها شكل ونمط استقبال اهداف عندنا طلائع الجيش. فالراجل حط خطه وهدف انا هحسن شكل استقبال اهداف اقلل الاهداف المستقبله. هدفع كويس ولما دفع كويس هقدر يعني احصد نقاط. طريقته الدفاعيه بسيوني ارقامه واطيه. عنده استراتيجي. عنده شكل الفريق ليه هويه معروف. الفريق ده نازل يدافع يلعب تحولات هجوميه يوصل الكره على الاطراف يستغل تفوق مهاجمي لانه كمان شويه في المقارنات اللاعبين هنشوف شكل فرقه طلائع الجيش كمان عامل ازاي. فالحقيقه من الحاجات ان النقط اللي لازم المديرين الفنيين ياخدوا حقهم عليها. شوف الترتيب الفاينل. خلينا نشوف بقى الترتيب النهائي. الترتيب دلوقتي لا الترتيب فاينل المديرين الفنيين. ده ترتيب المديرين الفنيين على مدار الموسم بالكامل وفقا للثلاث معايير اللي احنا قلناهم اللي هي الاهداف المستقبله الاهداف المسجله نقاط بالمباراه. افضل مدير فني هو باتشيكو هو افضل مدير فني في الموسم. ثم باتريس كارتيرون رقم 2 ثم بيتسو موسيماني الثلاثه الاجانب. خش بعد كده على المديرين الفنيين المصريين احمد سامي ثم ايهاب جلال ثم دول متساويين يعني شبه متساويين. كابتن ايهاب واخد 54 نقطه في 33 مباراه. كابتن احمد سامي واخد 54 نقطه برده في 34 مباراه. انتوا جمعتوا ايهاب الاثنين مع بعض ها؟ طبعا 24 نقطه و30 نقطه في الفريقين اللي دربهم. ثم علي ماهر ثم حلمي طولان ثم عبد الحميد بسوني وكابتن حسام حسن. فدول افضل 9 مديرين فنيين تولوا المهمه في كل مديرين فنيين اللي تولوا المهمه في بطوله الدوري الممتاز. يعني باتشيكو بعد رحيله هو افضل واحد رقميا. هو حتى افضل واحد في كل المديرين الفنيين تولوا الاداره الفنيه لكل الانديه. احنا اتفقنا الزمالك خد الدوري ده بالدفاع وباتشيكو هو اللي بنى المنظومه الدفاعيه وكارتيرون طور هجوم. نرجع تاني نشوف اللاعبين بعد الفاصل. نرجع بقى ونتكلم على اللاعبين. طيب قبل نتكلم على اللاعبين خلينا الاول نقول احنا اخترنا على اساس ايه. احنا اخترنا قبل كده طلعنا في حلقه اول حلقه طلعناها اتكلمنا رقميا فقط لا غير. المره دي اخترنا رقميا وفنيا. تمام. يعني ايه؟ يعني بنشوف اللاعب ده تاثيره في الملعب عامل ازاي وارقامه عامله ازاي وتاثيره في فريقه عامل ازاي وعلى النتائج اللي وصل لها فريقه. يعني لو لعيب ادى كويس وساهم ان فريقه ده ياخد دوري بيتم اختياره. لو لعيب ده ادى كويس وفرقته وليكن هبطت بيقلل من عنصر اختياره. خش يا مان متخاف. نخش بسم الله. طيب لو هنتكلم عن التشكيل الاساسي لافضل 11 لعيب في الدوري المصري. البدايه مع الهاني سليمان. الهاني سليمان هو افضل حارس في المسابقه بالكامل. هو رقمين ترتيبه الرابع. عندنا محمد عبد المنصف وعمر رضوان واسلام طارق وهو الرابع. بالمناسبه رقمين برضو محمد الشناوي رقمه 12 ابو جابر رقمه 13. طب ايه يعني ايه اليه الارقام؟ طيب اليه الارقام ان احنا بنشوف ابرز ارقامه. يعني مثلا الهاني سليمان طلع بستة شباك نظيفه 5 صناعات فرص. ده حارس بيصنع فرص بيلعب كرات ضربات مرمى وايده ورجله بيوصل فريقه. 37% دقه التمرير الطويل و38% تصدي الانفرادات. عبد المنصف افضل في كل ده. عبد المنصف افضل وكمان عنده رقم ممتاز جدا في ضربات الجزاء. راجل صادد 5 ضربات جزاء من اصل 11 ضربه جزاء. طب قول لي كده ارقام الشناوي وابو جبل. ارقام الشناوي بالظبط مش موجوده احنا مش حاطينها بالظبط ولكن ارقامهم اقل بكتير جدا في المستوى الاجمالي. الكلين شيت ابو جبل بينفعه رقم الكلين شيت. الشناوي رقم الكلين شيت مش كويس جدا عنده بالنسبه لعدد المباريات. هو افضل من ابو جبل لكن بالنسبه لعدد المباريات مش مناسب بالظبط. وبالتالي رقميا بتيجي تشوف الهاني سليمان صعد فريقه ليه مركز متميز جدا في الدوري الممتاز. ابو جبل لو كان شارك باكتر مشاركات مع الزمالك كنا اخترناه افضل حارس وبالتالي كان اختيارنا في افضل حارس هو الهاني سليمان. في النهايه التاثير شيل الهاني سليمان من طب ليه الهاني سليمان ليه مش عبد المنصف طالما عبد المنصف افضل بالارقام. عبد المنصف هل وجود عبد المنصف لو شلناه وحطينا حارس تاني هل دجله كان هيفضل او هيهبط؟ كان هيهبط لان وبالتالي اخترنا الهاني سليمان افضل حارس في الدوري. طيب حق حسين مجدي حسن مجدي الباك رايت لاعب نادي طلائع الجيش
افضل باك رايت في الدوري المصري الحقيقه، حاجه من الحاجات المنظومه الدفاعيه اللي كابتن حبيب بسيوني بناها وكنا بنتكلم عليها من شويه في شغل المدربين. 32% دقه عرضيات، عامل 24 فرصه، 31% تمرير طويل، وعنده رقم هايل قوي في 80% من مراوغاته صحيح. الونش افضل مدافع في الدوري، رقمين هو السادس. ولكن تيجي تشوف الزمالك عمل ايه، هتلاقيه عامل 457 استخلاص وتدخل دفاعي، الاعلى في نادي الزمالك. 84% نسبه التحامات هوائيه، وده رقم ممتاز جدا لمدافع ومن الاكثر في الدوري بالكامل. 47% دقه تمرير طويل، وقلنا كارتيرون بيلعب على التمريرات الطويله، وبالتالي الونش هو من افضل المدافعين. رامي صبري معانا من اول ما اشتغلنا، فمنطقي جدا ان احنا نشوف رقميه وتاثيرا. الحقيقه رامي عنده 569 استخلاص وتدخل دفاعي السنه دي على مدار الموسم، سجل 10 اهداف. مدافع سجل 10 منهم 8 من ركلات جزاء، لكن في النهايه مسجل 10 اهداف. رامي 77% من التحاماته الهوائيه بيكسبها. رامي لعيب كبير وملتزم جدا. علي معلول طبعا افضل باك ليفت في الدوري المصري، 5 اهداف، 12 اسيست، 29 محاوله، 26% دقه عرضيات، من اعلى غاب كتير. غاب كتير ولكن عنده تاثير وعنده ارقام كويسه جدا على مستوى التهديف وعلى مستوى الاسيست. مهند لاشين، مهند 638 استخلاص وتدخل دفاعي، الافضل في الدوري تماما. تاني المنظومة الدفاعية، طارق حامد 604 استخلاص ودخل دفاعي، و 54% تمريرات طويلة، وده رقم كويس قوي. أفشى رقم كام في الإحصائيات؟ أفشى رقم كام هو رقم واحد في البلاي ميكرز. عندنا وينج ساعات وتأثير فني، الاثنين فيهم تكامل. وينج يمين عندنا زيزو، من أفضل اللاعبين الموجودين، مؤثر جدا في نادي الزمالك، 9 أهداف، 6 أسيست، 59 كي باس، 37% دقة عرضيات، 7 ضربات جزاء مسجلهم بالكامل. بن شرقي مقدم موسم ممتاز، 15 هدف، 6 أسيست، 50 كي باس، عامل موسم ممتاز. وأخيرا طبعا محمد شريف المخيف، محمد شريف اللص الشريف، محمد شريف هداف المسابقة ب 21. في عندك احتياطي؟ في تشكيل احتياطي سريعا بقى، محمد عبد المنصف، عمرو الحلواني، علي عمرو الحلواني باك ليفت، بدر بنون وعلي جبر قلبي دفاع، أسامة إبراهيم ظهير البنك الأهلي باك رايت، قلبي خط الوسط، حمدي فتحي وعمرو السولية قدامهم، بلاي ميكر أحمد عبد القادر، واحد فارق جدا في موسم سموحه، وعلى يمينه مصطفى فتحي، اهم اثنين لاعبين في سموحه، هم اللي حطوا سموحه في المكان ده مع هاني سليمان، فالحقيقه نجاح كبير قوي لسموحه ان الشحات وينج ليفت واحمد ياسر رايان في النهايه. اين الكابتن حسام بدري من الاختيارات الافضل دي؟ الحقيقه متوافق مع اغلب الاختيارات، دول 22 لعيب اغلبهم موجودين في اختيارات من كابتن حسام بدري، يمكن يغيب احمد عبد القادر، يغيب ظهير ايمن. ظهير ايمن الراجل حقيقة كابتن حسام هو معذور الحقيقه، يعني الباك رايتس في الدوري حسن مجدي واسامه ابراهيم، احنا برده عشان نلاقيهم ونقدر نحلل ارقامهم بشكل كويس، يعني هو اختار باك رايتس ما بيش بيلعبوا ظهر ايمن اساسا، عندهم بعض لكن عندهم بيتميزوا بلا مركزيه كبيره زي باير المحمدي، اكرم توفيق، عمر جابر، صح. لكن هو عنده الحقيقه يمكن نقول فين مهند لاشين، نسال على اسمين ثلاثه، فين مهند لاشين، في احمد عبد القادر، لكن نتفق معاه في معظم اختياراته. نتفق طبعا. طيب من احسن لاعب في الدوري؟ احسن لاعب في الدوري هو زيزو. والاكثر تاثيرا في نتائج النادي الزمالك، لان اهدافه مؤثره وعرضياته مؤثره لا كبير، واكثر لعيب في الدوري وينج لاعب كرات عرضيه صحيحه. افضل مدرب في الدوري، احنا بما ان المره فاتت قلنا دوري الونش، فما كانش ينفع نغفل انه الونش مش في احسن لاعب في الدوري، فالحقيقه اخترنا استكمال على كلام احمد، بس اخترنا ثلاث لاعبين، زيزو نمره واحد، الونش نمره اثنين، ومحمد مجدي قفشه نمره ثلاثه. افضل مدرب في الدوري، افضل مدرب اجنبي احنا قلنا باتشيكو طبعا، احنا بنتكلم من شويه. افضل مدرب مصري مناصفه كابتن احمد سامي وكابتن ايهاب جلال. افضل مدرب حراس كابتن احمد ناجي. احسن حكم محمود البنا. واحسن لاعب صاعد ابراهيم عادل. واحسن لاعب صاعد ابراهيم عادل. واحسن مدرب حراس مرمى كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي، هل لديكم اي اقوال اخرى؟ تمام كده، حكم بعد المداوله. بشكركم وشرفتوني. احنا بنشكر حضرتك جدا، بنشكر قنوات اون على السبق الكبير ان الست مباريات بتوع التصفيات منتخب مصر يكونوا موجودين على اون. 8 ان شاء الله، الثمانية باذن الله مع البلاي اوف كمان. عندنا رقم بالمناسبه في موضوع المباريات، اخر مباراه ذاعت بشكل للمواطن المصري كانت مباراه مصر والجزائر في عنابه، في تصفيات عنابه، مباراه خارجيه، اخر مباراه خارجيه مصر وكونغو. تمام، بس احنا بنتكلم عن المباراه الخارجيه وهي الاهم الحقيقه، مجموعه قنوات اون يعني شكر كبير على القصه دي. بضم صوت لصوتكم والشكر الكبير ده، بشكركم. بشكرك كمان. خلصنا موسم طويل جدا، خلصنا الموسم بالارقام، احصائيه مهمه جدا واحصائيات مهمه جدا، بشكرهم، بتشرف دايما بوجودهم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. استنونا بقى يوم الاربعاء في اول مباراه في مشوار المنتخب الوطني ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء، وان شاء الله باذن الله اكون موجود معاكم.